السلام عليكم. اليوم سوف نشرح لكم طريقة زراعة التزانة. إذن ها هي التزانة، ها هي الشجيرة مزروعة في أصيص. دائما نقوم بنزع الأوراق وتجفيفها في الظل، نتحصل على تزانة جافة. إذن كيف نقوم بعملية الزراعة؟ إذن بسهولة، نأتي بقصبة أو عود بهذه الطريقة فقط باليد، ها هي، نقوم بنزع هذه الوريقات بهذه الطريقة، نقوم بعملية الزراعة بهذه الطريقة فقط هكذا، ونقوم بعملية الري. نحن في فصل الخريف تحديدا في الشهر التاسع، إذا لا داعي لوضعها داخل البيت أو في مكان دافئ، بل نتركها خارج البيت لأن الجو معتدل. إذا وإن شاء الله بعد أسبوعين بالأكثر نلاحظ خروج ورقات. إذا ها هي التزانة مزروعة بنفس الكيفية. لكي نتحصل على شجيرة نقوم بنقلها في أصيص كبير، ها هو أصيص كما تلاحظون، هذا أصيص. نضيف بعض السماد بهذه الطريقة، إذن نأتي بشجيرة التزانة. ها هي، ونقوم بعملية الزراعة. نضيف قليل من التراب، إذن بهذه الخلفية نقوم بعملية الري. إذن بهذه الكيفية قمنا بزراعة التزانة. إذا فهم عليكم الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، الضغط على جنب بقوة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.